جميل محمد أصوات. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. يتجدد اللقاء في انطلاقات هذا الصباح ومنافسات سن اللقاية في ثالث أيامنا ضمن هذا المحلي الثاني. على بركة الله مشاهدينا الكرام، أعلنت انطلاقة رابع أشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالقعدان اللقاية ومسافة 4 كيلومترات. نسير إلى البداية ونتابع هناك الصدارة ومقدمة الشوط مع الزعيم من يتزعم البداية والصدارة في هذه اللحظات، وتعود ملكية الحمد بن سالم بن علي بن جهويل هنا مع أول المراكز والبداية. ثاني المراكز أتابع ولد شاهين صالح بن سعد بن محمد النابت المري هنا قادم مع ثاني المراكز، وثالث الأسماء أتابع القادم شاهين في ثالث المراكز لترحيب بن حمد وترحيب بن نايفة هنا ينطلق بدوره إلى ثاني المراكز. ومن الجانب الآخر أتابع القدوم هناك والقادم مع رابع المراكز هيمان، من يصل مع رابع المراكز المبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وخامس الأسماء أتابع القادم صدام هنا مع خامس المراكز لسالم بسيف بن معضد الخريبان النعيمي هنا قادم مع انطلاقة خامس المراكز. هكذا النداء متابعينا مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط. نذكر بجائزة هذا الشوط سيارة في الانتظار هناك للفائز بالمركز الأول. أعود إلى البداية إلى الصدارة هناك مع شاهين على مقدمة الشوط، ترحيب بن حمد وترحيب بن نايفة الهاجري هنا مع أول المراكز مع انتصاف المسافة. الله يا شاهين هنا مع البداية والصدارة، ولكن أتابع من الجانب الآخر، أتابع القادم هناك من الجانب الآخر هنا مع ثاني المراكز. ولد شاهين يصل ثانيا في هذه اللحظات، صالح بن سعد بن محمد النابت المري، وهناك من الجانب الآخر أتابع هيمان قادم مع ثالث المراكز مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي هنا منطلق مع هيمان مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. من بدأ بالاقتراب والتسلل في هذه اللحظات يصل في هذه اللحظات صدام لسالم بسيف بن معضد النعيمي هنا قادم مع رابع المراكز وخامس الأسماء. هنا تواجد الزعيم حمد بن سالم بن علي بن جهويل. هذه النتيجة متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة، ولكن نرى الأسماء بدأت بالاقتراب، الشعارات بدأت أيضا هنا في الانطلاق. الله يا الأسماء القادمة، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله مع لافتة 1200 ما تبقى عن خط النهاية. هناك أيضا الانطلاق والبداية مع شاهين، هناك أيضا انطلاقة شاهينية على البداية، ترحيب بن حمد بالترحيب بن نايفة الهاجري هنا مع البداية مع الصدارة، ولكن ولد شاهين هنا قادم صالح بن سعد بن محمد النابت المري يغير على الصدارة، يغير على مقدمة الشوط. الله يا القادم، وصل شاهين مبارك بن محمد بن عويضة بن سهيل العامري، هنا بدأ بالاقتراب، بدأ بالتجاوز، انطلق شاهين على الصدارة على مقدمة الشوط، ولكن أتابع القادم في هذه اللحظات هناك مع ثاني المراكز. الله يا القادم، وصل سحلان سلمان بن حمير بن عيادة العطوي، وصل في هذه اللحظات. الله 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 على الانطلاق، الله على التحدي، ولكن أنا بصير حمد بن راشد بن سعد النابت هناك قادم، ولكن القدوم بدأ الهجوم، ولكن أعود إلى الصدارة
هنا مع مقدمة الشوط، هنا أبناء المملكة يتواجدون أهالي تبوك على الصدارة على مقدمة الشوط. الله يا سحلان، سحلان مع الصدارة مع مقدمة الشوط، أعلن التواجد، أعلن المغادرة سلمان بن حمير بالعيادة العطوي هنا مع سحلان على مقدمة الشوط، ولكن شاهين هناك قادم مع ثاني المراكز مبارك بن محمد بن سهيل العامري، ولكن سحلان والقادم وصل هملول اللحظات الأخيرة، ولكن سحلان تهانينا والناموس لمالك سحلان، وسلام أيضا لأهالي المملكة وإلى أهالي تبوك على هذا الفوز والناموس المستحقنا مع سحلان. نهني مالك سحلان على هذا الفوز والانطلاق، تهانينا والناموس سلمان بن حمير بن عيادة العطوي على هذا الفوز. ثاني المراكز وصل هملول لمنصور بن علي بن سعيد بن علي الغفيلي، وثالث المراكز شاهين مبارك بن محمد بن عويضة بن سهيل العامري، ورابع المراكز كان الوصول من الجذاب لنزال بن شاوي بن شايش الشمري، وخامسا كان التواجد مشاهدينا الكرام من المصير لحمد بن راشد من سعد النابت المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول سحلان إلى خط النهاية، 6 دقائق 9 ثواني وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سحلان سلمان بن حمير بن عيادة العطوي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من المصير 6 دقائق نفس التوقيت و9 ثواني وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هملول منصور بن علي بن سعيد بن علي الغفيلي، وثالث المراكز وصل شاهين بتوقيت 6 دقائق 9 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن عويض بن سهيل العامري، تهانينا والناموس للجميع.